خيرتي بكم كاملين، شكرا جزيلا لكم. ما هي مانعة، حتى صوت مسموع، حتى من فضلكم يأكد لي على صوت مسموع باش نقول لكم أو كلمات اللي نقول لكم على عجلة ونعطى ما نقدر ياسم وقتكم. والله دا خيرتي بكم كاملين، والله دوني بكم كاملين، ماني قاعدة نسمي حد عن حد. هون ياسر من الأخوات الغالين المتعذرين، الأصدقاء مناضلين الكبار الأوفياء، الله يجازيكم بالأحسان. أنا باش نربح الوقت وما نقدر ياسر وقتكم، طالعة اليوم أول مرة نعدل بث مباشر على صفحة، إياكم مبارك لكم، مبارك الأنصار فخامة الرئيس محمد عبد العزيز، مبارك الراسي، مبارك لكم على صمودكم وعلى شجاعتكم وعلى عنكم أحرار وعنكم أوفياء وعنكم شامخين وعنكم تنداروا في القفاء وعنكم تنداروا في الظهر وعنكم عندكم مبادئ وعنكم عندكم كلمة مين تقولوها توقفوا معها وعنكم عندكم للعهد معنا. ونختار نبارك لكم للنصر، لأن نحن حسب اللي الحمد لله خلق نحن انتصرنا، عدلنا نصر عظيم، حققنا نصر عظيم بينا اللي نحن كنا ينطعن فينا وفي قائدنا وينطعن في نزاهته وينطعن يصرق وينقذف ويصرقوه له ويصرقوا أنصاره ويتهموا بتبديد الأموال وبتخريب الدولة وبنهبها. اليوم الحمد لله المحكمة على ذاك اللي خلق فيها كامل من شيء ما هو راضينا، وكنا نتوقع شيء شبه منه، كنا نتوقعوا شيء أحسن منه، شيء أكثر عدالة، شيء أكثر قانونية، شيء أكثر احترام للدستور وللقوانين. على ذلك كامل حكمت براءة فخامة الرئيس محمد عبد العزيز، وهي نقطة اخترتها ما تعود مكتوبة بيد ياسر من الناس في التعاليق ما تفهمها حتى، اخترت نوضحها مسموعة بالكلام بالحسانية العادية ياك تعود واضحة. نختار نقول لكم عن محمد عبد العزيز، كان متهم بتبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية ونبرأته المحكمة من هاي التهمة. نختار نقول لكم عن محمد عبد العزيز، كان متهم بالحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية. ونختار نقول لكم عن المحكمة برأت محمد عبد العزيز من التهمة. نختار نقول لكم عن محمد عبد العزيز، كان متهم بالتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات. نختار نقول لكم عن المحكمة برأت محمد عبد العزيز من التهمة. نختار نقول لكم عن محمد عبد العزيز، كان متهم بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية. ذكر كانوا يقولوا كوماس وكان كوماس وكوماس وكنت تكومسوا، هذه التهمة برأت منها المحكمة. نختار نقول لكم عن محمد عبد العزيز، كان متهم باستغلال النفوذ. ذكر كانوا يقولوا عنه استغل النفوذ الراس والقارب واستفادوا منه قارب، وكان يعطي الأوامر بتلفون وكانوا المسؤولين خايفين منه وكان هاي التهمة برأت منها المحكمة. مالدي نختار نقول لكم عن محمد عبد العزيز، كان متهم بإساءة استغلال الوظيفة. ذكر كانوا يقولوا استفادوا لأولاد عمه وصنعوا واحدة من الصفر، وذوك أولاد عمه طلعوا وذوك قارب وذوك معارفه وذوك أسرته وأصهاره، هذا اللي كان حق ما تعود برأته المحكمة من تهمة إساءة استغلال الوظيفة. ذكر كانوا يقولوا باع السنوسي وباع فلان وباع فلان. نختار نقول لكم عن المحكمة عن ولي عبد العزيز، كان متهم بإخفاء العائدات الإجرامية، حاجلكم صناديق إكرا وحاجلكم بيع السنوسي وحاجلكم خرافات كاملة كنا هنا تيمتلاو منها روسنا، هاي التهمة برأت المحكمة منها محمد عبد العزيز. ذوكر كانوا يقولوا محمد عبد العزيز كان قصده بأميرار شور أمن الدولة وقصده بذا كامل يعدل إعاقة سير العدالة. لو كانوا يقولوا قصدوا من ذاك يعدل ملفه سياسي. اختير نقول لكم عن محمد عبد العزيز، كيف ما كان متهم بإعاقة سير العدالة، أن المحكمة على تحفظنا على ذاك الخلق فيه برأته من إعاقة تهمة إعاقة سير العدالة. اختير نقول لكم عن محمد عبد العزيز، نحكموا عليه بخمس سنوات. أولا رجالة معدلة لا الحبس ولا الإهانة، ما هي معدلة مينيكير وبيديكير وماسكات تحليق والراحة ورقاد، ذاك ما هو معدلين للرجال أصلا.
رجالة والقادة والأبطال ما عدا لا الكدر لا ليهان لا تشي مامونك بهدي ما جات عيشة برقات وما خالق عيشة أمونك ولا أكثر أهمية من المجد عيشة الأبطال ما يشي يوكلوه ولا يشي يشربوه عيشة الأبطال المجد محمد عبد العزيز ساعف عنه عيشته ما يجبرها برقات وعيشته شنهي اللي هي المجد البحث عن المجد كتابة التاريخ العمل من أجل رفعة موريتانيا كيف ما فات قالت لكم مرات ومرات ومرات محمد عبد العزيز حق نحكم عليه بخمس سنوات ما خال شور أهله لا خال شور تريكتو لا خال شور أحفاده ولا خال شور والدته اللي مكيفنها مدفونة رحمة الله عليها ولا شور ولا خال شور تريكتها ولا أحفادها خالته هي قد عنده تلم لمات ما خال شور ذا كامل ونحبس يا غير عفوا تسمحوا لي عنده ياسر من روايات نحرم منها نحرم من عائلته نحرم من حريته نحرم من رياضته نحرم من فحوصه من متابعته الصحية مع أنه الحمد لله شيباني بستين سنة والله شي ستين سنة مريض فاتوا عدلوا ياسر من عمليات على مستوى القلب على مستويات عدة ومريض وضعيف يغير إذا كامل نحن بالنسبة لنا موشي ولو مثقل علينا بيناش بيندي مهم عندنا كرامتنا مهم عندنا عرضنا مهم عندنا كلمتنا اللي قطقنا والتحدي اللي قط عدلنا عنا نعود قدو ونعود قدنا وانا ما يجي حد ويدنكسنا ويقولنا كنتو تقولوا منين ولا يجينا حد يقول لنا كنتو تدافعوا عنه سارق احمر ما ترى حد اليوم يقد يقول لنا كنتو تدافعوا عن سارق احمر وياضت اي حد قال لنا عنا كنا ندافعوا عن سارق احمر ياطنا نقدموا من شكوى عند العدالة ويات الدولة ويات القضاء كيف ما احنا ما مسموح لنا عنا نشكوا في نزاهة القضاء مع أننا مظلومين ما ياطم للقضاء يسكت ولا يتعامل عن ذوك اللي يقولوا عن عزيز سارق أحمر به لحد اليوم قال عن عزيز سارق أحمر وهو ذاك قايل عن القضاء مو خالق وقايل عن حكم خاطئ وقايل عن الأحكام باطلة وقايل عن المحكمة ما يخالق وقايل عن العدالة ما يخالق وقايل عن القضاء مو نزيه فم تهمة هي المحبوس عزيز زرك تهمتين هو المحبوس عزيز زركات ياها على مدتهم واحدة غسيل أموال واحدة لإثراء غير مشروع بالنسبة لغسيل أموال هي ذي الأموال قاعد اللي انغسلت وينه هو على حد علمنا عن ذا اللي نجبر من الأموال وفيه تهمة الغسيل والله ما معروفون من جاي والله عقب عاد له هدية ثم راجل شريف تم قاعد في بلولين جاوه كراطين من دولار ومن اليورو لورو شفت أنا نعرف ده اليورو مسكيت اليورو اليورو وذي الشيء ما نعرفه تم قاعد زيلين جاوه كراطين من العملة الصعبة هدية ما يعود هو المسؤول عن تبرير ذي الفضل من جايته يعطي رجاجل عطيها له يسول الفضل أخباره منها وشتم إلين يجيبها ويعطيها لرقاج أنا يعني تم قاعدة ركاتي لين يجيني حد ويعطيني وتة ولا يعطيني دار ولا يعطيني شي من الفضة ما العدالة عني نحبس أنا ونقولهم هذا جايبوا لي رقاج هذه لين قال لي ياها تلي تنحبسين تي بكن جبرت عندك الفضة معاني أنا مهديالي هذا ما ظهر عنه من العدالة في شي يغير قاع نحن قاعدين تهم ثنتين الواهيات تهمتين ما هم محكومات بليد ما نجبروا عليهم أدلة ولا هو شي مكرود بليد نحن قاع زينين عندنا بينا نحن والله لا نعرفه عن ولا عبد العزيز ما كان لا ينطرس وفجر الانتخابات الرئاسية والله لا نعرفه كنا عن ولا عبد العزيز ما كان لا ينطرس له فلطه وفجر الانتخابات الرئاسية واللي كان مهم عندنا عن نذبته على مواقفنا إلين يثبت عزيز عنه التحدي العدل للناس كاملة الموريتانيين عنه قد كلمته فيه وأنه حقيقي راعي فوات المحاكمة رغم 60 محامي رغم المليارات رغم مكاتب الدراسات الدولية رغم تجنيد السلطة التنفيذية
لكل مواردها السلطوية والمالية والمعنوية والإعلامية والمخابراتية ينسخوا شي ما وظفوا في ذا الملف. مع ذا كامل ما قد ينجاب حد يكسر تحدي لعبد العزيز، ما نجاب حد قط رشة لعبد العزيز، لا نجاب حد رافد دليل عن عبد العزيز قط قبض وقية واحدة من مال الشعب الموريتاني، ولا نجاب دليل عن ما جاء حد عنده دليل عن عبد العزيز قط أعطاه أمر غير قانوني من الموظفين، والوزراء كاملين شهدوا له، وهو مع ذلك تحمل مسؤولية تسيير فترة حكمه عن وزراء، ولا خالق براءة كنت نعطاله لعبد العزيز فوق البراءة اللي نعطات الوزراء. اليوم حكومات سول عبد العزيز كاملة الحكمة في زمنه ما فيها حد اليوم تمت إدانته، كاملين وبرؤوا، معناها ما فيهم واحد عدد أخطاء تسييري، ولا فيهم واحد سرق، ولا فيهم واحد عدد خطأ، ولا فيهم واحد جبر أمر، ولا فيهم واحد عدد شي سو شنو فيرين قالوا تبديد الأموال وتخريب الدولة واستغلال النفوذ. باسم حال يعود رئيس هو الوحيد في حكم كامل، هو الوحيد اللي غير مسؤول عن التسيير، ما يوقع الميزانيات، ما يوقع الصرف، ما يوقع شي سو شنو، يعود هو الوحيد اللي نحبس، والناس كاملة الآمرة الناهية الآمرة بالصرف بريء، وزير المالية بريء معين والصحة، رؤساء الحكومات بريئين ولمن هما هو معين بعد بريء والصحة، وزراء الطاقة المعادن رؤساء البنك المركزي وزراء المالية، الناس كاملة اللي تقد تعود في مناصب فيها تهمة عنها تعود بلد قد ينسرق منه والله، قد يبدد منه والله، قد يخسر منه شيء في تسيير ذا البلد وبرأت. والعبد العزيز هو الوحيد الصل غريب عنه، هو الوحيد اللي ما هو مسؤول عن صرف، هو الوحيد اللي ينحبس. وين هو الصحة دلارك تلي قد يقول عن العشرية انها خلق فيها فساد؟ هي ما تقد تعود خلق فيها فساد، هي اللي كانت خلق فيها فساد، يعودوا وزراها وحبسوا، يعودوا المديرين وحبسوا، يعودوا المسؤولين وحبسوا، يعودوا جنرالات وحبسوا، يعودوا الناس اللي كانت عندها الفضل في زمن العشرية وكانت مسؤولة عن تسيير ذا البلد يعودوا حبس من هالشي. قال نحن اليوم كسبنا ذلين قالوا قلعنا ذلين قالوا النصر والاعتراف الرسمي من ذا النظام ومن ذي النخبة اللي داعمة ذا النظام واللي كانت معارضة نظام العشرية بتهمت عنها مفسدة، احنا اليوم قلعنا منهم البراءة، بين اليوم عشرية الإنجازات عشرية الأنوار عشرية العبد العزيز اليوم ما تربتها أي تهمة، ما تربتها تهمة تسيير ولا تهمة سرقة ولا تهمة تبديد أموال ولا تهمة شي سوشو، ذا اللي منتصر اليوم منه نحن ولا تهم نصر اليوم، لأن نحن هم انتصرنا، بين نحن هم اللي كنا نقول لكم كنا متمتنين لكم عليه، وهو اللي خلق، هو اللي حكمتوا انتوما به، حكمت به ما حكمتكم، مع المحكمة محكمتنا كاملين، مع القضاء قضانا كاملين، مع الدولة دولتنا كاملين، يغير هذا هو الخطاب اللي تفرضونا انتوما عليه. عن سول عبد العزيز ينحبس، والله عنه ينقتل، والله عنه ينقبر، والله عنه ينعدم، والله عنه هو عبد العزيز مصيره لا يموت، شي باني من المسلمين ضعيف دور يموت الصبح والنهار الاخر طولها بينه وبيه، ولا يموتوا نحنا، ولا يموتوا أولاد ذاك أولاد ذاك، والدنيا ماشية، ولا دي ما نحبس يدور يموت، ودي ما مات يدور نحبس، ولي محي قاع وفي الرفاهية وإذا كان يدور يموت ولا يبقى ما هو خالق. أنا عندي المواعظ اللي قابلين هذه الشفاية اللي قابلين على شكل مواعظ ونهاية الدنيا، وأهل لا إله إلا الله رواه محمد عبد العزيز في الحبس، إذا ما هو حرك منا ولا هو حاط من معنوياتنا ولا هو محركنا عن اللي كنا متمتنين لكم عليه، زلنا لا متمتنين لكم على اللي كنا متمتنين عليه. محمد عبد العزيز بطل وقايد وصرح للبلد، وعشريته هي اشبه عشرية قط شهدتها مرتان، ونحن واقفين معاه عن قناعة، ما لنا قرباؤه ولا نعرفه في شي ولا مستفادين من نظامه، ان انتم هم اللي كنتوا مستفادين من نظامه، انتم هم اللي كنتوا تصفقوا له، انتم اللي كنتوا تهدوا له، يفقدكم تجيبوا له الفضة بيكم عز تخلاق، واحنا ما قد جبنا له الفضة، احنا ما قد جبنا له الوتات،
احنا ما قد عدلنا المبادرات، فهمتوا معناها؟ عن فم شوي من تشيشير لإعلامي تبارك معاه إعلام ذا النظام اللي ذاك، ما هو قاع قد هلو المعدلين، والحمد لله ما فيهم الشيء عشر تبارك الله ما شاء الله، وما هو قدهم هم اللي قيمة ونختير ما اللي نقول قاع عقب ذا عنهم، قاع ما حركنا ما اللي نحن، ما حركنا نحن، انتصرنا لأن نحن كنا ندور ونثبتوا روايتين وثبتناهم. يا كانكم صنتم حكمتوا لعبد العزيز ولا طلستوه ديك رواية أخرى. المهم عن اليوم ما خالق حد في قرون موريتانيا الأربعة ما هو شاهد ومتأكد عن عبد العزيز سجن وسجن سياسي، ولا خالق حد في قرون موريتانيا الأربعة ما هو متأكد اليوم عن المحكمة أنها نبشت وطحنت وفلات، ولا خالق شما عدلته وجاوه طلبة الأدلة وجاوه الشهود وجا التزييف وجا تزلف وجا تلفيق وجا كل شيء، غير ما قد يجبر دليل واحد عن عبد العزيز قط سرك والله قط فسد وقية واحدة المرتان والله قط عدل أي مشروع ما فيه مصلحة العامة المرتان وشعبه. هذا هو، هذا هو. أنا اللي نرحب جدا تبرمعوا خيرت. هذا هو اللي نختار نقولكم، احنا ثبتنا عن تحدي عبد العزيز انه كسبه. اليوم توما كشعب يا اهل موريتانيا تعرفون عبد العزيز، لكن قالكم تحدي قالكم اسمح لي شوي. اليوم تفضل تفضل اليوم قول عبد العزيز توما الشعب موريتاني وضاح لكم عن عبد العزيز، لكن التحدي اللي قعد في مؤتمر صحفي وقالوا لكم عنه متحدي اي حد يجي ويجيب دليل ضده يدينه بالتهم اللي يبرأ منها، ارى هو كسب ذا الرهان ولا قد حد يكسر ذا التحدي. ونحن كانصار ولعبد العزيز اثبتنا لكم عن الملف السياسي حاجتكم، ان كنا نقولوها وكنا نكتبوها كنتوا تقولوا عنا لا تخبط وانا لا لو دور شيء وان هذا ما هو حق وان هذا ما فيه استهداف وان هذا وانه منادم سارق وكال مرسان، وقعدوا نوابكم قالوها وقعدوا وزراءكم قالوا عنه باع المناجم، واحدين قالوا عنه باع الشركات، وذوك اللي كانوا يقولوا عنه كال تراب استاد وباعها لولاد عمه والأسرته، وذوك اللي كانوا يقولوا عنه باع المدارس وكالها، هذا كامل. اليوم الحمد لله نحن نحتفل اليوم بالنصر على هاي الترهات كاملة وهاي الأكاذيب كاملة وهاي الإشاعات كاملة، وظهر ملي عن الغرض من ذا الملف كامل هو سجن محمد عبد العزيز في وجه الحملة الرئاسية. ليش الصح؟ خوف من تأثيره، خوف من كلامه، خوف من شجاعته، خوف من صدقه، خوف من شعبيته. وراجل محبوس حابس دولة بها اللي خايفة منه، إذا قاع ما فوق النصر عندي أنا، إذا قاع أنا نختار وعند عطار استوقع به اللي ما يشكل عليه تهديد، أنا نختار عود عبد العزيز محبوس به اللي الناس ترتجف منه ومخلعة منه وخايفة من تأثيره، نختار لوانا الحبسي في الحالة، أنا عود مطروس قاع ما هو مهم لا عنده تأثير ولا يقد عيد ذا الشيء. كيف ذاك كنت تقولوا يا كان ما يقدر يعيد دلشي، ما تعودوا حاكمين وشيباني ستيني مريض مقفول عليه ما عنده الحق في تلفون ولا تلفزة ولا رجو، لا عنده الحق في الرياضة، لا عنده الحق في الداو، لا عنده الحق في أسرته، لا عنده الحق في الرأي، لا عنده الحق في شسوشه. بيكم ماش بيكم خايفين من ذا اللي يقول، خايفين من تأثيره، والله خايفين من شيفن ما احنا ما فات ظهرنا، مهم عنكم بعد خايفين، هذا هو المهم. واليوم نحن هم المنتصرين يا انصار النظام، نحن اليوم هم المنتصرين، نحن اللي ما وقفت علينا الحجة، نحن هم اللي تحدي قايدنا أثبتتوا الإجراءات وأثبتتوا الوقائع وأثبتتوا المحاكم، نحن هم المنتصرين. أنتم هم اللي دعواكم اتحضها الواقع وظهر عن الملف ما هو على بابه، وظهر عن الملف سياسي، وظهر عنكم ذا الواحدين فيه ماكم مقتنعين به، وظهر عنكم تلوذوا لذا الراجل دور وتحبسوا، ذا المنتصر منه نحن ولا انتم، نحن هم المنتصرين وهنيئا لنا ونستحقوها وزين علينا الانتصار مادي وحامدين والمولان. شكرا جزيلا لكم على وقتكم الثمين، و لاهينا ان شاء الله انتم منتصرين ان شاء الله، ولاهينا لين وفوا ذا البث. مرحبا بكم سالم.